أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الخميس 7 أكتوبر تشرين الأول 2021. احذر اليوم مما تقوله شخص ما تعتبره قريبا قد ينسكب عليك الفضول. زن جمالك قبل التحدث، حاول التحدث عن نفسك وعن الشخص الذي تتحدث إليه. الامتناع عن مناقشة شخص ثالث يمكنك السفر اليوم إلى مدينة مختلفة. قد تقابل أحد معارفك القدامى وقد يكون لديكما معا ذكريات حنين للماضي. عاطفيا، من الصعب تحملها ولكن قد تضطر إلى ذلك. تظهر التوقعات بعض الخلاف مع الشريك اليوم أو حتى الانفصال إذا ساء الوضع، لكنها ستكون مؤقتة. إذا كنت تميل إلى الاحتفاظ بالهدوء لا تدع غرورك يتحكم فيك. من الأفضل أن تذهب وتخلص من سوء التفاهم مع شريكك وتخلص من جميع المشكلات مرة واحدة وإلى الأبد. مهنيا، النجوم يفضلون أولئك الذين يعملون في العقارات أو في أعمال البناء. هذا هو الوقت المناسب لشراء العقارات، وقد تفتح لك نافذة قصيرة جدا من الفرص، حيث قد تجد صفقة رائعة أثناء البحث عن منزل أحلامك أو شقتك. ستؤتي الاستثمارات التي قمت بها في مجال ثمارها. يمكنك أيضا البدء في الاستثمار في العقارات اليوم بنتائج جيدة. صحيا، يتشتت انتباهك بسهولة ومن ثم تعجب بعمق أو بأولئك الذين لديهم القدرة على التركيز. حان الوقت لتتعلم شيئا منهم وتنفذ تقنياتهم في حياتك. ستحصل على فرصة للتركيز على شيء مهم ومتابعته. قد تكون ممارسة اليوجا في الصباح الباكر مفيدة أيضا. توقعات برج الثور للرجل. تأكد أن العزلة لم تفيدك، بالعكس التواصل الدائم مع المحيط هو ما يفيدك، وقد تفتح لك أبواب عديدة. خذ بالنصيحة ولا داعي لأن تتمسك برأيك، فقد يساعدك الرأي الآخر. يوم للتعارف المميز سواء كان على الصعيد العاطفي أو الشخصي، بأشخاص يدعمونك بأقوالهم وأمورك العاطفية أو العملية وقادرون على مساعدتك. توقعات برج الثور للمرأة. الثقة الزائدة مضرة أكثر من كونها مفيدة يا امرأة برج الثور. لا تغتري بذكائك، فكري أن أحدهم ربما يدبر لك أمرا. عليك التزام الحذر، طبيعتك الوجدانية تجعل الآخرين يعجبون بك، ولكنها تجعلك أيضا عالقة في بعض الأمور، خاصة إذا لم تكوني حذرة. ببساطة، ليس صحيا التورط في دراما الآخرين اليوم. أنت لست مسؤولة عن جعل الجميع سعداء طيلة الوقت. لا تضغطي على نفسك وركزي على نفسك وعلى أولوياتك فقط. توقعات العلامة الأولى مواليد 20 أبريل إلى 30 أبريل. تتمتع حاليا بلياقة بدنية جيدة جدا وإمكانيات دهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به سيكون لصالحك. لا شيء يقف أمامك. قم باستغلال وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به، فهذا هو الوقت الأمثل. اعتني بكل شيء ضروري لإنجاح مشروعك والأهداف التي تحارب من أجلها. يجب عليك التركيز فيما تحاول تحقيقه. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 مايو إلى 10 مايو. تشعر بقوة بدنية وذهنية أكبر من ذي قبل. حان الوقت الآن لاتخاذ القرارات الصعبة التي طالما أجلتها. اتخذ الوقت اللازم وقم بإعادة النظر مرة أخرى جليا في تفاصيل الأمور قبل البت فيها واتخاذ القرار. عند اتخاذك القرار لا تناقشه وتمسك بقراراتك، لأنها هي القرارات السديدة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 مايو إلى 20 مايو. تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف.
إن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية. استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيب لتسافر عبر العالم. حماسك ونشاطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة التحمل اللازمين للقيام باستكشافات وفهم أشياء جديدة. لا تخجل من التقرب والتعرف على الناس وتأمل روائع الطبيعة. سوف تسري هذه التجارب والصداقات والاستكشافات الجديدة حياتك بشكل كبير ولفترة طويلة.